خدمات نظام المستقبل للمكتبات للباحثين، بوابة مكتبات الجامعات المصرية www.eulc.edu.eg، هي بوابة واحدة لخدمة البحث العلمي داخل الجامعات المصرية، وتحتوي على مقتنيات مكتبات الجامعات المصرية، رسائل الماجستير والدكتوراه للباحثين المصريين، أبحاث أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، المجالات العلمية التي تصدرها الجامعات المصرية، المقتنيات الإلكترونية التي تملكها الجامعات المصرية، التواصل مع قواعد البيانات العالمية المشترك بها المجلس الأعلى للجامعات. البحث في مقتنيات مكتبات الجامعات المصرية البحث الداخلي، ويقصد به البحث داخل مقتنيات مكتبات الجامعات المصرية المشتركة بالنظام. يتيح النظام إمكانية البحث داخل مكتبات الجامعات المصرية بشكل مجمع أو اختيار أي مكتبة في أي مكان داخل الجامعات المصرية. مثال: عند البحث عن كتاب في XML نقوم باختيار الجامعة أو التفرع لاختيار كلية معينة أو العودة مرة أخرى واختيار المجلس الأعلى للجامعات للبحث في كل الجامعات المشتركة بالنظام، ثم كتابة معايير البحث، وفي مثالنا الحالي نقوم بكتابة XML. نقوم باختيار العنوان ومنها إلى تطبيق البحث لتظهر نتيجة البحث كما هي ظاهرة على الشاشة. ملاحظات هامة: عند الضغط على تفاصيل سوف يتم عرض كل التفاصيل الخاصة بالكتاب من عنوان الكتاب واسم المؤلف وتاريخ النشر وكل التفاصيل المتعلقة بهذا الكتاب. عند الضغط على النسخة سوف يتم عرض المكتبات التي تحتوي على نسخة من هذا الكتاب. نجد عند البحث عن العنوان يظهر في نتائج البحث قائمة بموضوعات مشابهة لموضوع البحث يمكن البحث من خلالها. بحث على الإنترنت، ويقصد به البحث داخل مقتنيات المكتبات العالمية مثل مكتبة الكونغرس، الأمازون، مكتبة مبارك وغيرها، مما يسهل على الباحث الوصول للكتاب الذي يرغب به. مثال: بتطبيق المثال السابق نقوم باختيار المكتبة ومنها إلى نص البحث واختيار نوع البحث من حيث العنوان، الموضوع، المؤلف وغيرها، ثم الضغط على البحث. يظهر على الشاشة نتيجة البحث. البحث في قواعد البيانات العالمية: قام المجلس الأعلى للجامعات المصرية بالاشتراك في مجموعة كبيرة من قواعد البيانات العالمية، وأتاح نظام المستقبل بوابة دخول موحدة لكل هذه القواعد معا، سواء الدخول إليها من داخل الجامعة أو من المنزل دون الحاجة إلى كلمة سر خاصة بكل قواعد البيانات. ومن هذه القواعد سبرينجر، IEEE، أوفيد، ساينس دايركت وغيرها. هناك طريقتين للبحث داخل هذه القواعد: أولاً، استخدام النظام للبحث داخل هذه القواعد، أي البحث عن موضوع معين داخل كل هذه الاشتراكات مرة واحدة، وذلك عن طريق اختيار قواعد البيانات التي ترغب في البحث داخلها، ثم كتابة كلمة البحث، ثم الضغط على بحث. يقوم النظام بعرض نتيجة البحث كما هو موضح، عدد الأبحاث بداخل كل قاعدة بيانات والتي تتطابق مع كلمة البحث. عند الضغط على اسم قاعدة البيانات سوف يتم عرض النتيجة كما هو موضح. ثانيا، البحث داخل قاعدة البيانات بشكل منفصل، وذلك بالضغط على اسم قاعدة البيانات التي ترغب في البحث داخلها. ملحوظة: يتيح النظام إمكانية البحث داخل الاشتراكات ذات النص الكامل، بحيث يسهل على الباحث إمكانية الوصول لرابط البحث وتحميل الأبحاث ذات النص الكامل المشترك بها النظام، وذلك عن طريق الضغط على قواعد البيانات ومنها إلى قائمة الدوريات ذات النص الكامل، حيث يمكنك البحث أو تصفح هذه الدوريات بشكل أبجدي أو التفرع داخل كل دورية والتصفح بالموضوع، مما يسهل عملية الوصول إلى رابط الدورية للتحميل أو الاطلاع. تصفح الرسائل العلمية للجامعات المصرية: تحتوي قاعدة بيانات نظام المستقبل على الرسائل العلمية الخاصة بكل الجامعات المشتركة بالنظام، يمكنك البحث داخلها مع إمكانية قراءة ملخص للرسالة في حالة وجوده. فمثلا للبحث عن الرسائل العلمية التي تم نشرها في مجال كمبيوتر ساينس
نقوم بكتابة كلمة البحث ثم تحديد مكان البحث ثم الضغط على بحث. كما نرى يمكنك الضغط على تفاصيل قراءة ملخص الرسالة، كما يمكنك الضغط على النسخة لمعرفة مكان وجودها. تصفح أبحاث أعضاء هيئة التدريس. يتيح هذا النظام عدة خيارات للتصفح منها: البحث عن مقالات تحت عنوان محدد أو لمؤلف معين، أو البحث عن طريق الموضوع. تصفح باسم الدوريات. من خلالها يتم عرض الدوريات الموجودة على النظام وعدد المقالات التي تم نشرها بكل دورية، وعند الضغط على اسم الدورية يمكن تصفح المقالات الموجودة بكل عدد. تصفح المقالات بالموقع. يتم عرض كل الجامعات وعدد المقالات العلمية الموجودة داخلها. تصفح بأعضاء هيئة التدريس. يتم عرض أنشطة الباحثين بناء على عدد الأبحاث الخاصة بهم المرفوعة على النظام، وعند الضغط على اسم المؤلف يتم عرض الأبحاث التي قام بها. كما يمكن تصفح المقالات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بأسمائهم أبجديا. إحصائية المقالات بالعام. تقوم بعرض إحصائية بعدد المقالات العلمية المرفوعة على النظام سنويا. إحصائية المقالات بالموقع. تعرض إحصائية المقالات المرفوعة على الموقع. خدمة توصيل الوثائق. بالاشتراك مع المجلس الأعلى للجامعات المصرية تم توفير خدمة توصيل الوثائق العلمية بناء على طلب المستعير وبسعر مخفض. للاتصال والاستعلام